السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. ان شاء الله الموديل ديال اليوم غادي نوصلو بيجاما ديال الدار بالدونتيل على هذا الشكل. بالسروال ديال البنات انا وصلت معكم الموديل كله. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تقدروا تفهموا. بالنسبه للمتراج ديال الثوب عندنا 2.5 متر، وبالنسبه للدونتيل عندنا 2 متر فقط غادي ندخلوها في الاكمام ديالنا. وهنايا في الصدر كما كتلاحظوا عندنا القطعه، درنا الكولفي بالباندات، وفي غادي ندخلوها في دورات الرجل في السروال ديالنا. صافي. بالنسبه للثوب ديالي انا طويته على الطول ديالو، لاحظوا البنات الحاشيه ديال الثوب، كان طويت الثوب ديالي دائما على 4 باش غادي نخرج الامام والخلف. بالنسبه للخلف ما عندناش فيه لي بلي او لي فرونس، ولكن الامام غادي يكون عندنا فيه لي فرونس. اول حاجه غادي ناخد الطول ديالي ديال القطعه الفوقانيه اللي بغيت على حسب نتوما القياس اللي بغيتو. انا هنايا درت 70 سنتيم. بالنسبه للقياس الكتف كنديرو 22 سنتيم، نديرو دوره العنق 8 سنتيم ونطيحوها بجوج. نقومو بالتقبيره على هذا الشكل. بعد ما كنطيحو الكتف ديالنا بثلاثه كنلاقيو النقط ديالنا. لاحظوا البنات هنايا غادي نهبط ب 22 سنتيم فقط، لان الثوب عندي كيتيره ما غاديش نحتاج نزيد سنتيم او جوج ديال السنتيم، غادي نخلي قياس الكتف فقط. صافي. هنايا غادي نحط خط الصدر اللي درت فيه 30 سنتيم، نقسم المسافه ديال التركيز على جوج، وكنقوم بالتقويره ديال دوره التركيز ديالي على هذا الشكل. دائما التطبيق اللي كنديروه دائما في اي موديل الكورساج الاساسي ديالنا، وعاد كنقومو بالتغييرات. صافي. هنا غادي نهبط ب 14 سنتيم وغادي ندير دوره الحزام اللي غندير فيها 28 سنتيم. وهنايا بالنسبه للخلفه اللي غادي ندير، غادي نحطو غير 35 سنتيم فقط، لانها عندنا قصيره ما غاديش نحتاجو للجلايل بزاف. صافي. وغادي نلاقي النقط ديالي على هذا الشكل. بالنسبه للتغيير البنات اللي عندنا هنايا، لاحظوا انا واخا عندي الثوب مطوي على جوج، راه غادي ندير هنايا الزياده ديال لي فرونس، كنطلع ب 4 سنتيم وكنخرج بالقياس اللي بقى لي في الثوب، بقات لي 8 سنتيم، هي اللي غادي نرجع نطلع ونخرج بها. وهنايا كيتغير ليا التركيز ديالي على هذا الشكل. واحد النقطه مهمه، غادي لتحت غادي نحاول انني نتراسي غير دوره التركيز فقط. صافي. هنايا غادي نقطع الكتاف، وعاد غادي ندير التغيير اللي غادي ندير في الخلف اللي غادي يكون عندنا سامبل. لاحظوا معايا، غنجي غادي نتراسي التركيز ديالي. وغادي نقوم بالتقطع على هذا الشكل، لان بالنسبه للخلف ما عندناش فيه لي فرونس، عندنا غير في الامام. ديك الزياده اللي زدناها ديال 8 سنتيم غتكون عندنا غير في الامام فقط. صافي. وغادي نرجع الثوب ديالي على هذا الشكل، نقطع الكتاف، نرجع نحيد الخلف، وعاد غادي نقطع القطعه الفوقانيه ديالي اللي غادي يجيوني فيها لي فرونس. لاحظوا التركيز فين رجع عندي، ديك الزياده ديال 8 سنتيم. هنايا غادي نرجع الثوب ديالي كما كان باش كنكمل التقطاع حتى الاسفل ديال الخلف والامام. بالنسبه للثوب فهو مبره، نتراها هاد المبره اللي كتيره، هذه اللي كتكون خفيفه الصعيبه، حنا كنفصلوها وهي كتبرم لينا في يدينا كما لاحظتوا، راه غير ديروا خاطر معها وصافي. صافي. بالنسبه لهنا غادي نجي غادي نقاد الجلايل ديالي باش غادي نطلع بواحد جوج ديال السنتيم. وهي كتكون كتيره على جوج ديال الجهات، ولكن الجهه ديال العرض كتكون كتيره اكثر. ردوا البال لهاد المساله باش كتفصلوا دائما على العرض ديالكم. صافي. هنا غادي نطلع بواحد جوج سنتيم وغادي نقوم بالتقويره على هذا الشكل. من بعد غادي نقادها بالسرجي. هنا كنكون فصلت الامام والخلف، هذا هو الخلف ديالي. بالنسبه للامام غادي نديرو التغيير على الكول اللي غادي نديرو كول في، وهاد القطعه هذه هي اللي كتجمع ليا بلي فرونس. حاولت انني نبين لكم، ولكن الثوب كيتجمع بزاف كما لاحظتوا، اتمنى الفكره تكون وصلت. صافي. هنايا غادي نجي نقاد الكول ديالي وغادي نهبط
حتى القطعه التحتانيه باش كنقطع داك الكولفي، وعاد غادي ندير لي بوند اللي القياس ديالهم 3 سنتيم. هنايا غادي ضروري ندير علامه على حساب الامام باش ما يتخافش ليا، لان ملي كنقطعو كيكون نفس القياس. بدات بالنسبه للسروال، انا هنايا تراسيس درت في العرض ديال السروال 28 سنتيم. داك 28 هي اللي درتها على شكل كارو، خرجت طلعت عفوا ب8 وخرجت ب8 وصافي. هنايا غادي نقطع بالنسبه لدوره الرجل، نقصت 4 سنتيم على حساب الكالو باش نزيدو من الاسفل. لي مونش كذلك درت الطول ديال الكم ونقصت منه 6 سنتيم، لان التكفيفه ديال السروال غادي نخليوها في الطول. صافي هنايا غادي نقطع دوره الكم، وهنا كنجي نقطع السروال ديالي بهذا الشكل. بالنسبه لدرس السروال راني حاطه لكم الدرس في القناه، ما غير باش ما نطولش عليكم الفيديو، لان انا حطيت لكم خياطه وفصاله في نفس الفيديو. صافي هنا من بعد غادي ندير التغييرات ديالي على الامام والخلف. غادي نجي غادي نحل هنايا السروال، لان غادي يكون عندي فيه الجيوب. غادي نفتح من الجوانب على هذا الشكل، لاحظوا معايا. غادي نحل السروال ديالي وغادي نحيد جهه اللي من الاعلى او من الاسفل، كيبقى لكم الاختيار. وهنا غادي يكون عندنا الامام اللي غادي نديروا عليه التغيير، اللي هو نقص ديال 3 سنتيم. البنات درت السروال كامل في القناه، كنجي من الجهه ديال الامام وكنهبط ب3 سنتيم وكنخرج للزيرو بهذا الشكل. بالنسبه لهنايا غادي ندير الجيب، غادي نهبط ب10 سنتيم وغادي ندخل ب8 سنتيم. صافي وغادي نقطع هنا. البنات غادي نحاول ندخل 1.5 سنتيم من جهه القاعده، ومن جهه التحتانيه غندخل ب3 سنتيم حتى لتقريبا 15 سنتيم، وغادي نمشي غير 2 سنتيم فقط. غادي نحط السروال ديالي، لان كيما لاحظتوا راه شوف كيتلوى كيرجع بحال الخيط، كيما لاحظتوا راه صعيب في الفصاله ديالو كيعذب. شنو الحل ما عرفتش. صافي هنا غادي نجيب القطعه ديال الجيب باش غادي نفصل الجيوب بجوج. هنايا راه غيكون عندي 4 ديال القطع، غادي انا فصلت هنا غير قطعه واحده ديال الجيب، لان ثم ما يمكنش انني نطوي على 4 ونفصلو. درت كل جيب بوحديتو نفس الطريقه اللي كنديرو، كنهبطو ب10 سنتيم وندخلو ب8 وكنديرو الدوبلور ديال الجيب ديالنا على هذا الشكل. هذا كان هذا هو الدرس ديال الفصاله، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. بالنسبه للخياطه، اول حاجه كناخدوها هما القطع ديالنا ديال الامام، وكناخدو لي بوند اللي درنا العرض ديالهم 3 سنتيم. كيما لاحظتوا انا هنا خيط جهه، غادي نجي الجهه الثانيه ونخيطها، ومن بعد غادي نقلبها بهذه الطريقه. لاحظوا دائما الوجه على الوجه، وكنخيط سنتيم وكنرجع نقلب. غيب شويه لان الثوب رطب، حاولوا تريقلوا الماكينه ديالكم وعاد خدموا فيها. صافي هنايا غادي نقلب وغادي ندوز سوبيكاج من الفوق، اللي هو قياس سنتيم او نص سنتيم. القياس اللي بديتو به هو اللي غادي تكملوا به. صافي من بعد غادي نجيب القطعتين وغادي نلاقيهم باش كتجيني الخياطه سهله، باش ما يبقاش كل قطعه بوحديتها. منين نجي للصق لي فرونس كنكون هنايا بحال لصقت القطعه ديالي، كندير جهه اليمين على جهه اليسار بهذا الشكل. نحاول نقاد الكول ديالي حتى نحصل على الشكل اللي هو مقاد. صافي وغندوز غير هاد البليصه هادي باش نشد القطعه الفوقانيه ديالي. من بعد غادي نجيب الدونتيل وغادي نخيط. الناس الديكوراسيون نتوما غتختاروا نتوما اللي بغيتو، ما بغيتوش ديروا الدونتيل في الكول ديروه من جهه القطعه في الصدر، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا غادي نخيط فوق الدونتيل، غادي نمشي مع الخط ديال الكول، غادي نهبط معاه بالشكل.
انا كنخيط وانا كنحاول انني نقاد الثوب ديالي لانه كيتجمع للاسفل. ملي غادي نوصل هنايا غادي نبوانتي البرا وغادي ندور بالخياطه باش كنثبت الدونتيل ديالي ما يبقاش كيتحرك ليا ولا مايل من الوسط. الطريقه كتخلي انه يجي مقاد. ملي كنوصلوا للبليصه اللي فيها هذا العقيق هذا كنحيدوهم باش ما يهرسوش لينا البرا صافي. وغادي نرجعوا نثبتوا الدونتيل ديالنا بالخياطه على هذا الشكل. صافي كنحيد الدونتيل الزياده اللي بقات لي. نفس الطريقه غادي نديرها للجهه الثانيه. مات فين ما جاتكم العقيق غادي تحيدوه باش ما يهرش لكم البرا. حاولوا انكم تتفاداوه. نفس الطريقه اللي خدمت بها الجهه الاولى غادي نخدم بها هاد الجهه هذه دائما. نحاول باش ما نضيعش الدونتي نشد القياس اللي انا غيكفيني صافي. وكنخدمها بحال هاد الشكل سنتيم ديال الخياطه. صافي هنايا غادي نهبط مع الدونتيل كيما درت الجهه الاولى. غنثبت الدونتيل ديالي نحاول انني نطلق الثوب ديالي باش ما يبقاليش مجموع. صافي هنايا من بعد ما ساليت غادي نجيب القطعه اللي في الاسفل اللي كيكون عندي فيها الزياده ديال 8 سنتيم. غادي ندير فيها لي فرونس ندير الغرزه الماكينه نمره 5 باش كنجمع الخياطه. وغادي نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه كنكمل حتى الاخير وكنجمع لي فرونس. بالنسبه للطريقه ديال فرونس كتشدوا واحد الخيط ومن الاحسن دوزوا جوج ديال المرات ما تدوزوش غير مره واحده باش ما يبقاش يتجمع لكم داك السرجي. دوزوا الخياطه جوج ديال المرات. صافي هنايا كنجمع لي فرونس ديالي حتى كنرجع نفس القياس اللي عندي في القطعه الفوقانيه. لاحظوا البنات بالنسبه للتركيز هو هذا. وغادي نجيب قطعه اللي من الاعلى وغادي نمشي سنتيم ديال الخياطه. انا كنخيط وانا كنقاد داك لي فرونس على حساب القياس اللي عندي في القطعه الفوقانيه وباش يجيوني متساويين. ماشي واحد الجهه يجيو فيها لي فرونس وجهه تجي خاويه، لا خصنا نمشيو بنفس القياس. صافي انا غنبدا هنا نخدم سنتيم الخياطه دائما. حاولوا لي فرونس تقادوهم ما يتجمعش لكم الثوب من الاسفل. صافي نكمل بنفس الطريقه. نتوما كتخدموا نتوما كتقادوا داك لي فرونس اللي عندكم من الاسفل. صافي ملي وصل هنا نسد الخدمه ديالي وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. دائما نتوما كتخدموا نتوما كتشينوا البياسه ديالكم عارفين يسول البنات راه هي كلشي. صافي هذا هو الشكل ديال القطعه اللي في الامام. البنات بالنسبه للتصوير في الاول الفيديو راه باقي ما مصلوحاش. بالنسبه للمونش غادي نجيب دوره الكم وغادي نلصق عليها الدونتيل. طريقة سهلة. نفس الطريقه غنديروها لكم الثاني. غادي نرجع نثبت الخياطه ديالي البنات. غادي نرجع ندور
على هاد الطونطيل بهذا الشكل. ما نطولش عليكم، هنايا غادي نجي غادي نلصق التبطين ديال الخلف. البنات بالنسبه للتبطين او السجف راح لا فينيسيو كيفيني لينا الكتاف، الخدمه ضروري نتعمدوه في البياسات ديالنا. غادي نجيب دورة العنق ديال الخلف مع دورة العنق ديال السجف ديالي كيكونوا نفس القياس، وغادي ندور بسنتيم. انا كنخدم وانا كنحاول نجرب الثوب لانه كيتلوى البنات لواحد الدرجة ما تصوروش، راه صعيب في الخدمة ديالو قليل فاش كنخدمو هاد النوع ديال المبرة. حاولوا غير بالعقل وغير بشويه باش ما يجيكمش الثوب ديالكم مكمش. صافي هنايا غادي نجيب القطعه ديال الامام وغادي نلاقي الكتاف، كنحيد القطعه ديال التبطين ديالي وكنلاقي الكتاف مع الكتف، وعاد كنرجع القطعه باش هي اللي كتفيني لينا الكتفين ديالنا. صافي كندير على هذا الشكل وغادي نخيطهم بثلاثه بيهم. من بعد ما غادي نقاد القطع ديالي مزيان صافي وكنبدا كنخيط. البنات الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم كتهمني. اي فيديو عجبكم خليو ليا تعليق، ما عجبكمش خليو ليا تعليق، صراحه كنستافد من التعاليق ديالكم بزاف. شكرا لكم مره اخرى. صافي هنايا غادي نجي غادي نلاقي الكتاف سهل هذه الكانيت ورجعت عمرت الكانيت باش ما نطولش عليكم الفيديو. البنات كنحيدوا اللقطات اللي كنوقفوا فيهم ولا كيجي شي حد المحل، راه التصوير اصعب مرحله، راه هي المرحله ديال التصوير. صافي هنايا غادي نكمل الخياطه ديال الكتف ديالي. صافي وغادي نقلب حتى البنات لا فينيسيو اللي كيعطينا السجف لا في الكتف ولا من جهه دورة العنق. صافي هنايا غادي نقلبو، غادي نقوم بالتثبيت بليبانك باش ما يتكمش ليا الثوب. نحاول انني نقادو بهذا الشكل. صافي وغادي ندوز عليه بالخياطه. صافي هنايا من بعد المساليس كيبقاو ليا لي مونش ديالي غادي نلصقوهم. غادي نحل هاد الخياطة اللي عندي هنايا ملاقية ديال الدونتيل، غادي نلصق التركيز ديالي مع دورات الكم دائما الوجه على الوجه سنتيم ديال الخياطه حتى كنكمل الدوره ديال الكم ديالي. صافي هنايا من بعد ما لصقت التركيز للجهه الثانيه ومونطيت الكم ديالي مع القطعه كلها نفس الطريقه، غادي ندير الكم الاخر دائما نرد البياسه ديالي على الظهر ديالها وكندير الوجه على الوجه. نحيد هذا العقيق اللي زايد باش ما يهرش ليا البره. صافي وكنكمل الخياطه ديالي.
انا كنخيط وانا كنقاد التوب ديالي باش يجيني مقاد. صافي حتى كنوصل لاخر نقطه عندي في البياسه ديالي لا غيطمو، وكنكون هنا ساليت البياسه ديالي. كتبقى لي غير تكفيفه من الاسفل. كان هذا هو الموديل، هذا هو الشكل ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.